هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية. أجريت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. هذا ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي وولي العهد السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من الملفات السياسية والإقليمية والدولية، وذلك بناء على العلاقات الاستراتيجية العميقة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.